بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس زواوي سعيد. مرحبا بكم على قناة هندسة ونصائح. هذه حلقة جديدة حول دورة في لوجيسيال إيبانيت. في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تحضير الخصائص الأولية في لوجيسيال إيبانيت أو configuration des paramètres dans le logiciel إيبانيت. قبل البدء مع لوجيسيال إيبانيت سوف نلقي نظرة أولية حول هذا اللوجيسيال. هو لوجيسيال متخصص في حسابات كالكول دي سيميلاسيون دي ريزو داوبي، حسابات التحليل الشبكي لشبكات المياه الصالحة للشرب. وهو برنامج يمكن القول عليه أنه برنامج بسيط وسهل الاستعمال، حيث لا تحتاج لكثير من الوقت لتعلمه. ولكن قبل بدء أي خطوة في برنامج إيبانيت يجب عمل configuration دي بارامتر اي دي بروبريتي، وذلك لعد تجنب الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من المهندسين. أولا نذهب إلى بروجي، ثم بار ديفو نجد ثلاث انجلي تخرج لنا هذه النافذة فيها ثلاث قوائم. القائمة الأولى هي قائمة الإيدي. إيدي نضع ما هو اسم العقد لنو دو دوموند الذي نريده. مثلا الشائع نضع أن هناك لباشاو لا داعي لوضعها، ولتويو ولكوندويت القنوات نضع سي أو تي. ثم نذهب إلى البروبريتي الخصائص. إذا فعلنا هذه الخصائص longer automatic سوف يحسب لنا الأطوال تلقائيا، ولكن أنا أفضل أن نضعها no. هناك ديامتر ثاني يضعه بار ديفو، ديامتر 200 يضع 200 مليمتر كقطر تلقائي. وأهم شيء هو ريغوزيتي دي تويو، هذه سوف نراها من بعد لماذا أنا وضعت 140. هناك النافذة الثالثة أو القائمة الثالثة قائمة الإيدروليك، حيث عندنا وحدات قياس التدفق لزونيتي دو دي بي، نضع لتر بار سكوند أو متر كيب بار أور أو متر كيب بار جور أو لتر بار مينوت. هناك عدة وحدات. أنا في الحصة أو في الحلقة السابقة لما حسبت التدفقات حسبتها بلتر بار سكوند، سوف أضع هنا لتر بار سكوند. ثم أذهب إلى فورميل دو بير دو شارج. أهم شيء هو فورميل دو بير دو شارج لحساب بير دو شارج أزان ويليام دارسي ويسبا. أنا أختار دائما أزان ويليامز، طريقة هذه طريقة المفضلة لدي. هناك من يستعمل دارسي ويسبا، أي لا يوجد هناك مشكل، ولكن أنا أختار أزان ويليامز. لهذا أذهب إلى قائمة بروبريتي وأضع ريغوزيتي دو تويو 140، هي ريغوزيتي لي بي واش دي. لو بي واش دي ريغوزيتي في الفورميل دو بير دو شارج أزان ويليامز هي 140. هذه هي أهم الخطوات الواجب عملها قبل بدء أي سيميلاسيون في إيبانيت. أكسبتي، كل شيء جيد. والآن سوف نذهب إلى جلب الرسمة على مستوى اللوجيسيال إيبانيت. ولا تنسونا بالدعم بالاشتراك أو التعليق بأي شيء تريدون التعليق عليه، وكذلك بارتاجي لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.